السلام على كل حر وعزيز وشريف سنيا كان أم شيعيا في أي بقعة من بقاع عالمنا في السعودية والبحرين وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا وسوريا والعراق ولبنان وفي كل بقعة من بقاع عالمنا هذا. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن نرفع أسمى آيات التهنئة وأجمل باقات التبريك بشهادة الشيخ المجاهد العالم العامل الشجاع الصادح بكلمة الحق أمام السلطان الجائر المتسلح باستراتيجية زئير الكلمة أمام أزيز الرصاص أن نرفع ذلك إلى صاحب العصر والزمان وإلى ولي أمر المسلمين الإمام القائد الخامنئي حفظه الله وعائلة الشهيد وأحبائه والسائرين على دربه ونهجه. يقول تعالى في الآية 120 من سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اعتمدت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ مواجهتها للاحتلال الصهيوني في عام 1982 وفي مقابل المخططات الغربية في سبيل الوصول إلى حقوقها على عناصر أربعة، وما زالت إلى هذا اليوم ترتكز على هذه العناصر، وهي ما قدمت لها انتصارات وما جعلتها تنتقل بأهلها وبشعبها بل بكل شعوب منطقتها من زمن الهزائم العربية إلى زمن ولت فيه الهزائم وجاء زمن الانتصارات. هذه العناصر، العنصر الأول هي الحكمة، الثاني هو الصبر، الثالث هو الإخلاص، الرابع هو تحديد العدو. وهذه العناصر هي عناصر تحتاج إليها كل ثورة في كل مكان في أي بقعة من بقاع العالم تريد أن تقارع الظلم والاحتلال وتريد أن تخرج من تحت نير الهيمنة والقمع وسلب الحقوق ولكي تعيش بحرية وعزة وكرامة. ولا شك أن العلاقة فيما بين هذه العناصر الأربعة هي علاقة تفاعلية، إذ إن كل عنصر من هذه العناصر يؤثر سلبا وإيجابا في تحقيق العنصر الآخر والعنصر التالي. ولكن هذه العناصر في حقيقتها هي عناصر كلية، وحيث إن الشياطين تكمن في التفاصيل كما يقال عندنا في لبنان، فإن تحديد الكبريات لا يحمينا من الوقوع في الخطأ عند تشخيص الصغريات. فعند مواجهة أي تحد من التحديات نختلف، ما الحكمة في الموقف في هذا التحدي؟ هل الحكمة في التصعيد أم الحكمة في السكوت أم الحكمة في المناورة أم الحكمة في التدرج بالعمل؟ ما شكل الصبر الذي ينبغي أن نتخذه؟ هل نصبر في المواجهة أم نصبر في العض على الجرح؟ من هو العدو الحقيقي؟ من هو العدو الفرعي؟ هل نواجه الآن العدو الحقيقي، العدو الأصلي، العدو الأول، أم نواجه العدو الفرعي؟ إلى أي عدو ينبغي أن نتوجه فعلا؟ هل نضحي بالعدو الفرعي من أجل الحفاظ على قوتنا لمواجهة العدو الأصلي، أم أن المرحلة تقتضي
عكس ذلك، وهكذا المئات بل الآلاف من الأسئلة ضمن هذه الخطوط الأربعة تواجه كل حركة ثورية وكل حركة مقاومة، إلى أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تشظ الحركة الواحدة إلى عدة حركات على أساس سؤال من هذه الأسئلة والجواب الذي يأتي على هذا السؤال. وهذا ما نراه في منطقتنا وفي الدول الإسلامية من حولنا، إذ إننا نرى بعض المقاومات بدأت مقاومة واحدة وسارت الآن عدة مقاومات، ولا نتهم أي واحدة منها، إذ إن كل واحد منهم قد سعى لتبرئة ذمته والإجابة بصدق وأمانة على سؤال من هذه الأسئلة. ولذلك إن مقاومتنا في لبنان دعتها الحاجة أمام هذه التحديات وأمام هذه الأسئلة جميعا، دعتها الحاجة الشرعية والحاجة العرفية والحاجة العقلائية والعقلية إلى ضابط إيقاع لمسرح العمليات هذا. فكان ارتباط المقاومة الإسلامية من اللحظة الأولى بالولي الفقيه الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله تعالى نفسه الزكية، ومن بعده بالإمام القائد السيد علي الخامنئي أطال الله تعالى بعمره الشريف، وهذا ما حقق لنا العديد من الثمرات. الثمرة الأولى، حمى سفينة المقاومة الإسلامية في لبنان من التحطم في مقابل أعتى الأمواج التي كانت تضرب بنيتها حتى عندما كان أفرادها بعدد أصابع الأيدي. حتى في تلك اللحظات الحرجة حمى بنية المقاومة وانتقل بها. اثنين، حفظ جهة وبوصلة هذه المقاومة من الانحراف والتلهي بالصغائر في مقابل مواجهة الكبائر، لتبقى القضية الكبرى قضية فلسطين المحتلة هي التي تتحكم بإيقاع هذه المقاومة وبمسرح عملياتها في كل الأحوال وفي كل الظروف. الأمر الثالث، رفع هذا الارتباط بالقائد الكبير والحكيم والفقيه والعالم، رفع هذه المقاومة بجناحيه القويتين القادرتين إلى مصاف اللاعبين الدوليين، بعد أن بدأت لاعبا صغيرا في لبنان وها هي اليوم تفرض وجودها على الساحة الدولية بعد أن لعبت دورها بكل جدارة في الساحتين المحلية والإقليمية. كل هذا جعل هذه المقاومة تحفظ تضحيات شهدائها وآلام جرحاها وعذابات سجنائها وصرخات أطفالها وأنات نسائها، لا بل مكنتها من استثمار هذه الدماء وتخصيبها وتنضيجها وإعادة ضخها في الجسد اللبناني الذي كان ميتا في تلك الفترة، مما أعاد إنعاشه وأعاد إحياءه على القاعدة التي سنها الإمام الخميني قدس الله تعالى نفسه الزكية، والتي رفعها السيد عباس الموسوي الشهيد العظيم: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. بهذه الدماء الزكية، من الشهيد الشيخ راغب حرب إلى الشهيد السيد عباس الموسوي إلى الشهيد الحاج عماد مغنية إلى الشهيد الحاج حسين اللقيس إلى الشهيد أبو محمد الإقليم إلى الشهيد السعيد سمير القنطار، قافلة من الشهداء، إلى جانبها قافلة من مئات المجاهدين العاملين الصابرين، دماء زكية طاهرة حملها الصوت الزينبي وبين حقها، بين أهدافها
وفضح أعداءها، فانتقلت باللبنانيين الشرفاء من مقولة وهل تقاوم العين المخرز، إلى أن يقف الواحد منهم مخاطبا سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله ليقول له لو خط بنا البحار لخضناها معك. صل على محمد وعجل فرجهم. وحيث إن الوقوع خير دليل على الإمكان، وها هي المقاومة الإسلامية قد أوقعت وحققت مثل هذه الانتصارات، فإن هذا يعني أن ما حصل من تجربة مع المقاومة الإسلامية من حفظ لدماء الشهداء واستنهاض للشعب اللبناني وانتقاله من زمن كانت الأمة العربية ضحلة فيه، مهزومة فيه، راكعة أمام أعدائها، إلى زمن يستطيع أميننا العام أن يقف ويقول ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. يمكن لمثل هذه التجربة أن تتعمم وأن تجري في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل جغرافيا، في كل زمان، في كل مكان، على أننا نحفظ لكل جغرافيا خصوصيتها ولكل زمان خصوصيته. فلا يمكن إسقاط تجربة مقاومة جرت في مكان في بقعة جغرافية معينة بكامل تفاصيلها على البقعة الجغرافية الأخرى، ولا لمقاومة حققت نتائج في زمن خاص على مقاومة في زمن آخر، إلا أن هذا لا يعني أنه يوجد قواعد عامة مشتركة بين المقاومات. أذكر قاعدتين، وفي علم الإدارة يقولون القواعد هي الأمور التي لا يمكن التنازل عنها، في مقابلها تقع السياسات، وهي التي تتحرك بمرونة في العمل، فيمكن التراجع عنها ويمكن تغييرها. أما القواعد فتبقى ثابتة من بداية العمل إلى آخره. أما القاعدة الأولى، العدو الأول والأصلي لأمتنا من سنة وشيعة هو الكيان الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين المحتلة والمسجد الأقصى والغدة السرطانية القابعة على قلب العالم الإسلامي. هذا هو العدو الأول، ومن ورائه كل دول الاستكبار العالمي لا سيما أمريكا الشيطان الأكبر. ولذلك لن تتمكن المهلكة العربية السعودية الوهابية التكفيرية ولا غيرها من خلط الأوراق وفرض عدو وهمي جديد علينا مهما علت وتجبرت، بل حتى ولو رمت بنفسها مباشرة في قلب الصراع العربي الإسرائيلي كما نراها اليوم، تجعل من نفسها درعاً أمام ضربات المقاومة وأمام محور المقاومة في المنطقة لكي تحمي تلك الربيبة لأمريكا إسرائيل. في العام 2006 المهلكة العربية السعودية مملكة الزهايمر هي التي دفعت بالإسرائيلي لكي يقضي على المقاومة على حزب الله في لبنان. بال2008 هي التي دفعت للقضاء على المقاومة الإسلامية في غزة. بسنة 2011 هي التي مولت وشنت وضخت وحرضت على الحرب في سوريا. هي التي حاولت أن تقطع جسر الارتباط هذا بين المقاومات في منطقتنا وبين الداعم الأساسي والرئيسي لهذه المقاومات، أي بينهم وبين إيران. ثم حاولوا الإيغال في الفتنة كما عبر سماحة السيد حسن نصر الله أن المهلكة العربية السعودية لم تنشئ فتنة الآن، بل هي الآن توغل في الفتنة وتحاول التقدم فيها، كل ذلك لترتاح إسرائيل في منطقتنا. وعلائم ودلائل الإيغال في الفتنة منذ
سنوات، 10 سنوات، 12 سنة تقريبا، أسسوا فضائيات التكفير السنية ودعموا فضائيات التكفير الشيعية ولم ينزلوها عن أقمارهم الصناعية. كل ذلك لأن هذا يغذي هذه الفتنة السنية الشيعية التي إن تحققت وإن وقعت لا سمح الله فإن المستفيد الأول في المنطقة هو إسرائيل. 2، أشعلوا الحرب في سوريا وجندوا لها وحشدوا لها على عنوان طائفي من قتال الصفويين وقتال العلويين وقتال الرافضة والدفاع عن أهل السنة والجماعة، إلا أنهم بحمد الله لم يتمكنوا من إشعال هذه الفتنة. 3، اجتاحوا اليمن الحبيبة واستباحوا كل مقدراته في هذا السياق على إيران تستفز وتتدخل بشكل مباشر لكي تشتعل الفتنة السنية الشيعية في المنطقة، بناء على أن الحوثيين هم من الشيعة وأنهم يعملون على تدمير والتدخل وبسط أرض وساحة فتح مكان واسع وشاسع أمام الدولة الرافضية الصفوية الشيعية في إيران. المملكة المهلكة العربية السعودية افتعلت فاجعة من هذه السنة في الحج التي قضى فيها العديد من الحجاج الإيرانيين، علها أيضا تستفز الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتخذ موقفا يمكن لها أن تستغله، كما نراها الآن استغلت حادثة السفارة، وهي حادثة تحصل في أي مكان من العالم يمكن لها أن تستغلها لتفجر هذه الفتنة أيضا في وجه السنة والشيعة على حد سواء في المنطقة. إعدام سماحة العلامة المجاهد الشيخ نمر باقر النمر أيضا يأتي في إطار هذا السياق، لا سيما وأنها وضعت اسمه المبارك والشريف بين طغمة وثلة من القتلة من أبناء القاعدة لتوهم العالم أن هذا كأولئك، أن أولئك إرهابيون وأن هذا إرهابي أيضا، وبالتالي فإن الثمرة التي تقطفها من هذا الإقحام هو أن كل من يدافع ويقف وينددوا ويعترض على إعدام الشيخ النمر إذن هو يعترض على إعدام إرهابي، إذن هو يدعم الإرهاب في المنطقة، إذن الدولة التي تندد بذلك هي دولة إرهابية. وهذا ما نرى العربية قناتهم فعلته بعد لحظات، بعد ساعات قليلة من إعدام الشيخ والتنديد الذي قامت به إيران، فقاموا بوصفها بالإرهاب وأنها تدعم الإرهاب، وكبروا مسألة الهجوم على السفارة في طهران أو القنصلية في مشهد وبين هلالين، وما يدرينا أن هاتين الحادثتين حادثتان مفتعلتان. من قال إن الحكومة هي التي تقف وراء هذه الحوادث؟ ولكن يزيد العصري لم يعلم أن حسين الزمان يقف في وجهه بالمرصاد ببصيرته ووعيه وصلابته وإيمانه وشجاعته وحكمته وقدرته وحزمه ليعلن أمام الملأ أن معركتنا ليست مع السنة، فأهل السنة والجماعة ليسوا أعداء لنا، بل إن العدو الحقيقي هو إسرائيل التي سنزيلها من الوجود بإذن الله، وهو من يدعمها من دول الاستكبار ومن يقف لها درعا في المنطقة، وهو المنهج التكفيري وعلى رأسه المهلكة العربية السعودية. القاعدة الثانية، نحن أهل الفعل لا ردة الفعل، فإن عندنا من الحكمة والوعي والقدرة والصلابة والرصانة والعلمية والدقة في تشخيص الأهداف والأعداء والموقف الصحيح ومستوى الفعل ومكان الفعل وزمان الفعل ما جعل أمريكا وإسرائيل وأوروبا والعالم بأكمله لا يركع أمام إيران فقط ولا أمام مقاومة حزب الله في 2006 في لبنان، بل أمام 46 كيلو متر مربع في غزة،
5 كيلومتر إلى 15 كيلومتر بالعرض، 46 كيلومتر في الطول. 46 كيلومتر لم يستطيعوا أن يحققوا فيها أهدافهم بفضل التمسك بهذه القواعد والثوابت. ختاما، إنكم تقاتلون أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين عليه السلام، وهو ما يؤهلنا لخوض عدة جبهات وبعدة تكتيكات. فنحن محمديون، علويون، زهرائيون، وهنا نستحضر موقف كل واحد من هؤلاء المعصومين وتكتيكه الذي اتبعه. حسنيون، حسينيون، زينبيون، زين العابديون، باقريون، صادقيون، صابرون، منتظرون، مهدويون. في كل ساحة يقتضي منا الجهاد تكتيكا من هذه التكتيكات، لنا القدرة ولنا كمال الشهامة والشجاعة في أن نتخذه، لأننا ننتسب إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تلك المدرسة التي لم تترك لنا تجربة إلا وخاضتها. فكل موقف نواجهه في أيام